السلام عليكم بنات، كنرحب بكم على قناتي قناة أسرار الأنثى. وصفة اليوم وصفة سهلة، واخا المكونات ديالها كيبانوا لكم كتار بزاف، ولكن وصفة سهلة وطبيعية 100%، وكتساعد على التسمين وكتغلظ المناطق الأنثوية والجسم بأكمله. كيفاش كنقول لكم الجسم بأكمله؟ يعني في الوجه، الصدر، مؤخرة، الأرداف، السيقان، أي منطقة كتغلظها هاد الوصفة. وبالنسبه لهاد الوصفه الصحه ديالها ما كطيحش، يعني اننا الا كنتناولوا هاد الوصفه هادي فاش كنغلاضوا وكيكون عندنا شي مشكل، او من بعد كنقطعوها ولا ما كنضعفوش، لانها صحيه وفيها مكونات صحيحه بزاف. هاد الوصفه عطاتها ليا واحد السيده صحراويه، حيت معروفين الصحراوه بوصفات التسمين، واستعملتها واستعملوها العائله ديالها والصحابه ديالها، كلهم كيشكروها، وما شاء الله كلهم عندهم فورمه زوينه والصحه ديالهم زوينه بزاف. بالنسبه للوصفه كيفاش كنتناولوها، راه ما كنملوش منها، لانها كتكون حلوه وفي نفس الوقت كتكون كاننا كنتناولو مثلا شي شوكولات، شي حاجه اللي كتعجبنا. وهاد الوصفه راه كنصح بها جميع الاعمار، يعني الصغار، الكبار، حتى النساء الحوامل يمكن لهم انهم يتناولوها، ما يخافوش منها حتى شي حاجه، بالعكس غادي تنفعهم. ولا النساء المرضعات كتنفعهم بزاف بزاف، كنعرفوا ان النساء المرضعات كيعانيوا من النحافه من بعد الولاده بسبب انهم كيرضعوا كيطيحوا في الوزن بزاف. الا استعملوا هذه الوصفه فيها مواد اللي غادي تخلي الحليب عندهم يكثر، وفي نفس الوقت غادي يهزوا الصحه ديالهم وما طيحش الصحه ديالهم. المكونات اللي عندنا في هذه الوصفه هما: عندنا الزنجلان او السمسم اللي معروف غني، يعني تعرف انه كيساعد على التسمين، هذا منقي وكنخليوه هكا خضر، ما كنحمروه ما والو. وعندنا المكون الثاني الشكلاط، او نوع من الشكلاط اللي كيساعد حتى هو، كنعرفوا ان الشكلاط حتى هو كيغلظ ومعروف انه كيزيد في الوزن. عندنا القرقاع حتى هو معروف من المكونات اللي كيساعدوا على التسمين. وعندنا الدروة او الشحمة ديال الجمل. بالنسبة للشحمة ديال الجمل غتلقاوها عند القزارة، تقريبا الكمية اللي غادي نعطيكم، غنعطيكم الكمية اللي غادي تستعملوا في هذه الوصفة هذه. وعندنا هذا المكون جديد، زريعة الفصة، هذا موجود عند العطارة، معروف انه مزيان لفقر الدم ومزيان المسران وكيساعد على التسمين، كيغلظ المناطق الأنثوية. بالنسبة لهاد زرعة الفصة كناخدوها كنقيوها كنحمروها شوية كندوزها في العافية، ما تكونش ما تحرقش لينا. المكونات الأخرى اللي عندنا جمعتهم في هاد التوصيل هذا، عندنا النافع، معروف النافع بالفوائد ديالو بزاف بزاف. وعندنا اللوز حمرناه شوية، ثم عندنا كاوكاو حتى هو حمرناه شوية. وعندنا هنا الصوجة، الصوجة كما كتعرفوا راه معروفة كتسمن حتى هي وكتزيد في الوزن، ومزيانة بزاف النساء المرضعات كتزيد ليهم في الحليب. هاد المكونات كلهم كناخدو منهم رابعة رابعة رابعة، اي 250 غرام ديال اي حاجه، مثلا الزنجلان وزريعة الفصة، وايضا هذه المكونات الاربعه، ثم القرقاع والدروه كناخذو منها حتى هي رابعه، وزريعة الفصة حتى هي كناخذو منها رابعه. كما قلت لكم هذه المكونات حمرناهم شويه دوزناهم في العافيه، ما كنحمرهمش حتى كيتحمروا مزيان، ومن بعد غادي نطحنهم، غادي نطحن هذه المكونات وغادي نذوب هذه الدروه وغنخلطها مع الشكلاط وغنكمل لكم الفيديو ان شاء الله. هنا البنات من بعد ما طحنت كاع المكونات اللي عندي من الصوجة والججلان حبه حلاوه والقرقاع واللوز وكاوكاو، ثم زرعت الفصاها هما على الشكل التالي، طحنتهم كاملين بعد ما سخنتهم شويه في المقله كما قلت لكم. وايضا بالنسبه للدروه ولا الشحمه ديال الجمل حتى هي ذوبناها، هي سائله كتبان لكم، كنخليوها تبرد شويه عاد كنخلطوا الخليط. وايضا بطبيعه الحال الشكلاط ديالنا اللي غنستعملوا في الوصفه، غادي نخلطوا هاد المكونات الثلاثه. بالنسبه للدروه اولا الشحمه ديال الجمل ها هي بردت شويه، غادي نضيفوها على الخليط
من بعد غنضيف عليها الشكلاط ديالنا. انا استعملت نصف علبه من الشكلاط، ما استعملتش العلبه كلها. يمكن لكم تستعملوا قرعه كلها ديال الشكلاط، ولا تقدروا تستغنوا عنه الا ما بغيتوش الحلاوه بزاف. كنخلطوا هاد المكونات مزيان، شو بالنسبه للدروه دغيا كتجمد ولا الشحمه. كنخلطوا هاد المكونات كلها مع بعضها. كما كتلاحظوا راه ولا عندنا عجين سائل شويه، ما كيكونش مجموع مزيان. بعد ما كنخلطوا هاد الوصفه ديالنا مزيان بحال على هذا الشكل هذا، كنديروها في شي قريعه ديال الزاج تكون كبيره. من بعد كناخذوا كنديروها في مكان، كنحطوها في شي بلاصه اللي ما تكونش فيها الحراره بزاف، وكنسدوا عليها وكنتناولوها. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديالها، كنتناولوها 3 المرات في النهار، يعني مورا الفطور كنتناولوا معلقه ولا 2 معالق، مورا الغداء ومورا العشاء 3 المرات في النهار. كما كتشوفوا البنات انا درت غير كميه قليله غير باش نوريكم، اما بالنسبه لكم الا بغيتوا تضاعفوا المقادير هي فاش هاد الكميه هذه كافيه انها تديك مده 15 يوم. الا بغيتوا تضاعفوا المقادير غادي تضاعفوهم 2 مرات ولا 3. وثاني حاجه بالنسبه لهاد الوصفه ما تخافوش منها، كيف ما قلت لكم راه صحيه ومزيانه، كتغلظ وكتعطيك الفورمه اللي كتمنيها. كنتمنى تعجبكم البنات الوصفه، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الصديقات ديالكم وديروا ليا جيم، وما تنساوش اللي مازال ما تابوناش في لاشين يتابونا. وشكرا لكم.